تتجلى عظمة الخالق في عجائب وغرائب مخلوقاته، كائنات برية وبحرية نادرة موجودة حصرياً في متحف الحياة البحرية والبرية هذا. دعونا نغوص في عالم البر والبحر لنتعرف سوياً على أسرار الطبيعة المدفونة على عمق آلاف الأمتار. السلطعون العملاق، دجاجة ذات أربع أرجل وذيلين، أصداف الميركس الأثرية، أفعى السيرك الإيطالي العملاقة وغيرها من الكائنات البحرية والبرية الغريبة، بإمكان زائر متحف الحياة البحرية والبرية في مدينة سور الجنوبية تعرف إليها. إلى تم من برا وتم تاني من جوا. السمكة الوحيدة بالمخلوقات إلى بدل التم تمين، بيرجع إلى بدل الزعانف إيدين تمشي على أصابع، إلى خمس أصابع، بالإضافة إلى هون شعيرات مثل دقن الإنسان. هون هيدي السمكة الوحيدة اللي فيها تفتح تمها أكبر من حجمها وفيها تبلع سمكة أكبر من حجمها. عندنا رقبة وراس الحية، منخار زي الخنزير، إلى مخالب زي النمر. هي السلحفات الوحيدة اللي بتعيش بالبحر وبالبر وبالنهر، إلى مزايا السلاحف الثلاثة وظهرها جلد منه صدفي. أكثر من ألف حيوان وطائر محنط، بعضها نادر، موجودة هنا. دأب صاحبها الدكتور جمال يونس على جمعها واقتنائها بمفرده، فقام بتحنيطها الواحدة تلو الأخرى، وهكذا ولد المتحف، وهو يناشد اليوم الجهات الرسمية المعنية توفير العناية الخاصة بها، خوفاً على مجموعته الثمينة هذه من التلف. مع صعوبة التمويل اللي ما بيخليني يأخذ ريحتي بإضافة مجموعات عالمية لمتحفي، التمويل كله هو من مهنتي اللي هي طب الأسنان وتقويم الأسنان. مع ذلك ما زلت وكل جمعة إذا مش كل يوم بتلاقي عندي نموذج جديد بالمتحف، وعندي مجموعة كاملة مضاعفة للمجموعة اللي شافوها موجودة بالصناديق مسكر عليها وخايفين من تلفها، لأنه المكان الحالي صار ضيق جداً بالمقتنيات اللي عندي. أشكال منوعة من نجوم البحر من كافة الأحجام والألوان، ومجموعة كاملة من 400 نوعاً من أروع وأكبر أصداف البحر المتوسط النادرة موجودة في هذا الأكواريوم العملاق، فضلاً عن عشرات القوارض والسلاحف والطيور البحرية والبرية. هي السمكة الأول مرة بتطلع بتاريخ لبنان، هي من نوع النفاخات، يعني السمكة اللي بتنفخ حالها زي البالون. في انواع منها بتكبر لحديت ال 500 كيلو، هيدي وزنها كان 70 كيلو اول ما جابوا لنا اياها، واول ما طلعت على لبنان عملت ضجه. وهو القرش الوحيد اللي او المخلوق الوحيد اللي عيونه بقرونه، هذا قرون مش راسه، والعيون بقرونه. الله خلق له هذا الشكل بشكل المجرفه، لانه كل الاسماك اللي بياكلها بتكون متخبيه بالرمل، وخلق له مثل السونار. هلا هون اذا بتقرب في مثل النقط هون عنده رادار بيكشف السمك اللي متخبي بالرمل، بينكشن بجرفهم بتبين السمك اللي بيرجع بياكلها. متحف طبيعي يشكل عامل جذب للسياحة الداخلية والأجنبية، كما ويعتبر معلما حضاريا يفتخر به لبنان بأسره. مقتنيات فريدة ونادرة جعلت هذا المتحف الأول في الشرق الأوسط وحتى في العالم على أهميته، لكنه يسهم أيضا في نشر الصحوة البيئية لدى الشباب لحثهم على احترام ثروة طبيعية مهددة بالزوال. من مدينة سور الجنوبية ولبرنامج إخباريات، جينا فيش.